واو واو شيء دايبة شيء مو طبيعي. فوقها خذ لك ليمون كذا وجربها. شو زيادة ليمون شوي بس. بسم الله. واو. هلا والله. اسمعوا الطبخة هذه حقت قبل الأذان. شوف صدق طرحها حقت قبل الأذان. قبل الأذان بعشر دقائق تخلصها. بسيطة. مرة سهلة. خلونا نبدأ فيها بسرعة عشان يمدينا نلحق. أول شيء عندي الدجاج تقطيع. طبعا لازم يكون الحجم صغير. زيت زيتون. ومعه برضو ثوم. مهروس كذا. ننزل الدجاجة على طول على الثوم. نبدأ نحرك ياخذ نكهة الثوم على طول كذا. الحين تصير الجاهز. شايفين؟ أبدأ أقول بسم الله وأنزل البهارات. الملح، الفلفل الأسود، عاد على حسب البهارات اللي تبي، على حسب أي بهارات اللي تبغاها تبدأ تقلب. شوفوا عندي هنا البف جاهز. نقول بسم الله كذا طريقة هذه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. نفتحها بالطريقة هذه. طيب ركزوا معي هنا، ركزوا معي هنا الحين زين. ركزوا معي هنا. أول شيء عندي الصوص ما يجي على الحواف هذه الطريقة هذه كذا. الصوص يمكن عندي بعد الدجاج فوق الصوص. طبعا الحشوة اللي انت تبغى تقدر تحط لحم ترى. الحشوة اللي انت تبي. يا سلام كذا تصير مليانة شوي دجاج. طبعا عندي هنا بعد البيض انزل الطريقة دي بس يكون على الاطراف. البيض شايفين على الاطراف بس الطريقة هذه. طبعا بعد البيض على طول تنزل البصل، تنزل الفليفلة، وتنزل الجبن وتخليه كذا بالطريقة هذه. شايفين شلون كذا مكونهم فوق بعض. أنا الشيء الحلو والجميل إننا بناخذها بالطريقة هذه كذا. نسكرها نغطيها. شوفوا شلون. وبعدها تسكرها بشوكة. خلاص. وعلى الفرن. بسم الله. السلام. شوف شطر معنا. ولا فوقها. فوقها خذ لك ليمون كذا وجربها.